اوكي مرة أخرى، السلام عليكم، مرضوان معكم. اوكي هاد لا فيديو هادي دونك كيما قلت، دونك يا دي جون كي فون سانتيريسي يا دي جون كي سانتيريس با. شفنا هذيك ليميسيون تاع النهار اللي كانت دونك هاد بارتي ولا، وبعد ليميسيون هذيك جازت على خير، بس العواقب تاعها والنتائج اللي خرجت بعد الميسيون هذيك كانت شويه وخيمه، لان على الناس ما انتظروش ان سوجي تابو يكون سور اكرون، لان هذا التابو كان سور في لا بريس اكريت لي جورنو في قرون، الناس ما تقراش. مي وكاين لي زالجيان على بالك بوش اوراي يهضروا، بصح باش يشوفوا هكذا في التلفازه جاتهم غريبه. ولكن نهار انا كما قلت في المقدمه ما تطرقوش للموضوع في بالتدقيق، راحوا انا لو كان نروح لهنا نشوف طالبات العلم وطالبات الهوى، وهذيك الصحفيه قالت كتبنا بعض ولا قلنا بعض اللي في العربيه، دونك هذا هو المشكله. كي تقولي بعض في العنوان، بعض في العنوان صافي دير بوكو شوز، قليلا المهم قليل ولا كثير المشكله كاينه، بصح المشكله واش دادنا للمشكله هذه. اوكي والبنات اللي جابوا كاين اللي ضربوا في الصواب وكاين اللي زادوا المشكله، لان علاه كان الطفله اللي طرقت على تجاوزات عوان الامن. اوكي دونك باش نبدا، كاين ثلاثه ولا اربعه في الجروب هذاك تاع لي في سي دي جون في اللي خدموا معها دي زورغانيزاسيون استوديونتين اللي هما المنظمات الطلابيه اللي كاين الالوف. اوكي المهم نطرق الى هذا المشكل مره اخرى، ومن بعد طرقت الى دور المدير. المدير ما يعرفش اوقات اللي تدخل فيهم البنات واللي تخرج فيهم. انا مثلا في بلد وين بغينا، لا لازم الواحد يفهم يعني طالبات ماجوري فاكسين اوليو حنايا كيما نقولوا نعطيو لهم الامال في الدنيا، واش نديرو؟ دونك كتبت هنايا بعض النقاط. دونك انت كي تغلق معاهم البورتاي على 8 تاع الليل ولا على 6 تاع الليل، ولا الطفله مثلا انا ما نعطيش اوكا، من بعد نشوفها، من بعد كي تخلص لي فيديو هذيك تشوفوا بلي البنات هادو مساكن كاع مساكن طاحوا في الفخ، مساكن طاحوا كفريسة. اوكي دونك جامي انا نظلم البنات هادوك جامي، لان كاين بزاف من البنات اللي راهم في الجامعه باش يطلبوا العلم، و اوليو نحبسوهم كما قلت على العواقب، الاب ولا الاخ يسمع هكذا يروح يجيب اختو ولا يجيب الطفله تاعو، ولا الخطيب يروح يجيب الخطيبه تاعو ولا يخليها كومبليتوم. دونك شفتوا واش كرينا البروبليم. مي هذه المشكله هذه غادي نطرق اليها، عندها وجهين. الوجه الاول هو ان الطفله اللي شافت هناك افات اجتماعيه في الجامعه، اولا الدور تاعها تتصل بهذيك الجمعيات، الدور تاعها ديروا اتحاد، الدور تاعها تخبر المدير، الدور تاعها دونك هي مثلا ماشي وحده، ما تقدرش ديرها وحدها، كاع هادوك الناس
كي تقولي واحد مثلا هذيك تروح تضرب الجامع هذيك الفتاة، ما قلناش مشكلة على الجامع، بصح تديري اتحاد وعلى بالها باللي طفلة جد باش تمد لها الشراب تخبيه في الشومبرة تاعها، واش يديروا؟ يديروا اتحاد كونتر هذوك لي في، على بالي باللي صعيب لي زاجون دو سيكوريتي منا هذوك لي ريزو، لان هذوك هذوك العاريات هذوك عندهم دي جون موراهم، دونك الواحد يديروا باحتفال لان سي تري تري دونجورو باش انت توقف في وجه لا مافيا لي ريزو والترافيك هذيك يقولوا له هيومن ترافيكين. دونك قول لي شحال من جمعيه ولا منظمه طلابيه اللي موجوده او سان دي لونيفرسيتي، ما تقدروش يعني تتحدوا وترميو هادو. دونك انت يا الا تقولي لي ما نقدروش صافي العار اكثر من الشريفات، الى الشريفات اكثر العدد. دونك حاجه هادوك الناس اللي ما عندهمش مكان في اليونيفرسيتي حاوزوهم. دونك تقول لي وحده ما عندهاش اوكين ريلاسيون مع اليونيفرسيتي، عينك وين انتيا اوتونك المكان تاعك يكون يعني نظيف، ما لازمش تشوفي هذوك لي زوتر شومبر كاين العار فيهم. ونتطرق للمشكله هذه لان انا كنت ايتيديو على بالي بزاف الحوايج، وكما قلت ما لازمش نعاقبوا هذوك الفتيات الشريفات اللي موجوده في اليونيفرسيتي، لان الان العواقب الناس راهي تاكي اليونيفرسيتي الشاشه تاع النهار. الشاشه تاع النهار هي قناه خاصه راهي دارت شغل تاعها ومازال دير نورمالمون او كوتي تاع لو بروفيسيوناليزم. دقيقه قول دونك سو لو كوتي بروفيسيونيل يديروا الشغل تاعهم. ماتنو ريفنو او بروبليم تاع لونيفرسيتي، اسكو وحده مثلا شافت طفله تخرج هكذا في الليل كيما شفت ليميسيون هذيك، ابري داروا ليميسيون تاع النهار وين جابوا دي ستوديون قعدوا في الاستوديو، قالوا كاين المشكله هذيك، اسكو وحده منهم قد مع مثلا هضرت مع يماها تقول واو في اليونيفرسيتي وين راني نقرا كاين البنات يخرجوا في الليل، اسكو مثلا هضرت مع الخطيب تاعها تقول له او كاين مشاكل في اليونيفرسيتي وين راني، الا سمعت حاجه اتونسيون. اسكو هضرت مع باباها تقول له بابا في اليونيفرسيتي اللي راني نقرا او كاين شويه مشاكل بصح ما تقلقش على بنتك، اسكو هضرت مع هذا. دونك حنايا البنات اللي راهم في اليونيفرسيتي نورمالمون يكونوا متفتحين يكونوا حافظات وشريفات، يخبروا الاولياء تاعهم خويا يقول اي كاين مشكل هذا في الباب وين راني، بصح انا الحمد لله راني رايح للقرايه تاعي. من بعد الاب كي يشوف هذيك لي ميسيون تاع النهار يقول آه بنتي قالت لي على هذا الشيء، اوكي دونك ما يتقلقش وما يروحش يجيب بنته، ما يروحش يقول لبنته خلاص ما تقرايش. هذيك المشكله بين قلت له عنده وجهان، المشكله باللي الاباء عندهم خلل في الراس، الاباء يشوف هذيك لي ميسيون راح يجيب بنته ما تقرايش راكي تروحي ديري الشراب ولا، والخطيب ولا الاخ ولا شفتو. دونك حنايا لا سوسيتي تاعنا ما راناش نديرو لي دو كوتي. دونك النهار دارت الشغل تاعها وانت لازم ديري الشغل تاعك دو كومباتر لي فليو هذوك في اليونيفرسيتي ما تخليش، او ميم طون تخبر الاولياء تاعك تقول له هاي واش كاين. هذه ثاني نطرقوا الى مشكل اعوان الامن. هذيك لا جورناليست هذيك وين مازال عندها عام في الاكسبيريونس ماشي مشكله. دونك اي وين بدات تروح لها شويه الكلمات، قالت لي اعوان الامن ضربوني. اوكي انا مادابيا كشعبي
وكالشعب يفكر، لان كان الشعب يشوف هكذا يقول لك سي فري، كالشعب يتمعن للكلام. ايه راهي جورناليست، اوكي، ايه دخلت بالكاميرا الخفيه وراهي هذيك لي زاكسيون، وين اعوان الامن ضربوها، وين؟ دونك الواحد لازم يتساءل، ما ماشي باكي يسمع هكذا ويبلع. دونك لازم تسمع او ميم طون، لازم تميز. قالت لك اوكي ضربني العون الامن، يا دخلوا هذاك في سميتو في البروغرام هذا باش يشوفوا، باش الاولياء يشوفوا باللي ماشي غير، لان البنت مسكينه فريسه تروح الى مجتمع مفتوح كما لونيفرسيتي تشوف روحها. انا نقول لك مشكل اخر، والسبب تاعو هو الاولياء والاب والاخ والعم والجد نحن dans une société musulmane. الطفله ما تخرج يغلقوا عليها يحرسوها غير في البيت. دونك واش دير الطفله هذه؟ ممسي تلبس الحجاب عن بغير رضا، نقول دونك واش دير هي؟ دير المستحيل باش تجيب الباك هذاك، وبعد كي دير الباك ما ديرش هذيك لي فيليير اللي موجوده في لا ولايه تاعها، دير لي الحاجه اللي موجوده في العاصمه، هي من قسنطينه، دير حاجه موجوده في العاصمه باش الشوا تاعها يطيح في العاصمه، باش تهرب من هذاك المحيط الاسره اللي خنقوها. هاي لك وين مشاكل الاب ما يطرقش اليها، يقولها كيف بنتي عبديتو، يخرجوا انصومبل، وما كاش هادي. لا لا، الطفله تقعد في الدار تموت. دونك هي تلبس الحجاب قدام باباها قدام خوها، تصلي ولا دير واش بغا، هذيك هي الاسره. يجيها الريزولتا تاع الباك تفرح، لان هذا المفتاح هذا تاع البكالوريا ماشي فرق فقط باش تجيب العلم تروح، لا لا، عنده غرض اخر. البكالوريا خلاص فتحت الابواب تخرج من هذاك المحيط المشد، يعني المتعصب المتشدد. دونك تخرج منه تروح لونيفرسيتي الجيريان، ثم لا ليبرتي، ثم لا ليبرتي توتال، ما كاش خوها ما كاش. دونك كيما انت واحد كيما تكوندونسي هذوك لي بومبا غاز، كي تكوندونسيها من بعد تكسبلوي. دونك هذيك كي تنفجر هذوك، لان علاه خلاص ما لا تطيق هذوك المشاكل. دونك انت تخرج للمحيط هذاك الحر، تلقى روح ممسي تنحي الحجاب ولا دير الشغل هذاك بالحجاب، لان علاه حنا لا سوسيتي تاعنا كلشي طابو. ما تهدرش مع الطفله تاعك، ما تهدرش مع اختك، ما تهدر. دونك عليك المجتمع، لان كما يقولوا الفلاسفه يلد الانسان خير، يعني بطبعه خير، ويفسده المجتمع. دونك المجتمع تاعنا هو اللي يفسد هذوك البنات، ماشي هما عندهم في رايهم، لا لا، المجتمع تاعنا. الضغوطات هذيك تاع الاولياء، بعد من الضغوطات هذيك تاع الاولياء تروح للمحيط البهاء والرفاهيه هيتو في اليونيفرسيتي، تلقى روحها ما توليش للدار، تقعد ثم ما عندهاش لابورس دير هكذا. من بعد ثم وين يكون المشاكل؟ الاب ما يسقشيش على بنتو، من بعد الطفله تروح في مشاكل، يعني الهوايتو. دونك نولي لهذيك المشاكل اللي حتى واحد ما تطرق اليها، هذيك النهار كي قلت ايميسيون تاعها، ايميسيون تاعها تخص داروا 1% من المشاكل العديده، ورموا هذيك للمجتمع، رموا باكر الجانب وين الطفله مسكينه تروح تتبع للمشكله هذه. دونك اسويفر في لا فيديو الاخرى.